خطاب رسمي موجه من نادي او من رابطة رابطه الانديه الانديه الى الى نادي نادي الزمالك الزمالك. للالعاب الرياضيه، عنايه السيد المدير التنفيذي، تحيه طيبه وبعد، يسرنا ان نهدي الساده رئيس واعضاء مجلس اداره الاداره وسيادتكم ارق التحيات واطيب الامنيات، املين لكم كل التوفيق، ايماء الى كتابكم الوارد الينا برقم 1707 بتاريخ 24/6/2024 بشأن الإعلان عن عدم لعب مباراتكم مع النادي الأهلي والتي كان مقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 25/6 على استاد القاهرة الساعة 7 مساء. نحيط سيادتكم بأن قرار ناديكم يعتبر حالة من حالات الانسحاب المذكورة في المادة 50 من لائحة رابطة الأندية والخاصة بحالات الانسحاب، وبناء على ذلك قررت إدارة المسابقات تطبيق المادة 51 الخاصة بالجزاءات المترتبة على حالة الانسحاب في هذه المباراة كالآتي: رقم 1 توقيع الغرامة المالية التي يحددها مجلس إدارة الرابطة، اعتبار ناديكم مهزوم في المباراة 2-0، خصم 3 نقاط من رصيد ناديكم بخلاف المباراة التي يعتبر فيها ناديكم مهزوما، ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة. رقم 4 معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب، رجاء التكرم بالعلم واتخاذ اللازم، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام عقيد محمد فهمي مدير إداري رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم. وبكده يعني تم تقفيل الملف. نعم تقفيل الملف أو كده الملف مقفول فيما يخص او زياده اطمئنان انا يعني جماهير النادي الاهلي. طبعا انا واتوقع ان النادي الاهلي يبقى ليه دور في الخطاب ده، لان الخطاب الاولاني ما كانش ينفع يتعدل بقى، خلاص اتبعت وخلاص. فاتوقع النادي الاهلي كان عايز حاجه تطمنه اكتر، فالخطاب ده بتطبيق الماده 51، لان المواد المذكوره تحت دي هي انت مكتوب فيها الخاصه بالانديه التي تنسحب، يعني واضحه بقى المره دي بالظبط. وقال ان حتى معاقبه كل من له صله بالقرار ده. وبالتالي اعتقد كده ان الملف هذا الملف تم يعني اغلاقه بالنسبه لكل ما يحدث في هذا الامر. نبتدي نقفل احنا كمان هذا الامر. طبعا، لانه اي رؤى جديده خاصه بقى ما شاء الله بالنادي ولجانه، يعني هو نادي الاهلي ملوش ليس له علاقه، وبرضه لا ما هو بس الجواب ده للجزء الخاص بقى بالنادي والفريق وازاي وترتيبات المباريات المقبله.